إذا كنت تريد تتعلم التصوير الفوتوغرافي وتبتدي رحلتك المهنية كمصور أو حتى تمارس التصوير كهواية، عليك بس أنك تتابع برنامج لقطة واللي يضمن كل المعلومات والطرق الخاصة بعالم التصوير، بالإضافة إلى المقابلات اللي راح تستمتعون وتسمعون فيها لأهم المصورين في الإمارات حتى نتعلم ونستفيد من خبراتهم. يا مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتم، وحياكم في حلقة جديدة من برنامج لقطة. البورتري هي كلمة أصلها الأول فرنسي، معناها يدل على صورة أو فن، وتستخدم للتعبير عن تصوير الأشخاص أو تصوير وجوه الأشخاص، وهدفها هو إظهار ملامح الوجوه وتعبيراتها. وأهم العناصر اللي تؤثر في تصوير البورتري هي الإضاءة، حيث أن تعبير الوجه والشخصية اللي تعكسها قد يتغير بتغير الضوء الساقط عليه. في حلقتنا اليوم بنشرح لكم كل هذه التفاصيل المتخصصة في عالم تصوير الناس والوجوه، ولكن خلونا قبلها أكمل معاكم آخر خطوات ضبط الكاميرا عشان نكون في هذه الحلقة بنينا أسس العلاقة صحيحة مع الكاميرا. ضبط إعدادات الكاميرا داخلياً، القياس، توازن اللون الأبيض وإعدادات الحساسية. في بعض الكاميرات يمكن الوصول إلى الإعدادات عبر الضغط على زر يحمل حرف Q، وفي بعضها يمكن الوصول إليها من خلال زر FN أو Info. وكافة هذه الحالات ستمكنك من التحكم في إعدادات القياس وتوازن اللون الأبيض وإعدادات الحساسية. أما توازن اللون الأبيض الوايت بالانس فيفضل ضبطه على الوضع الأوتوماتيكي أوتو. أخيراً إعدادات حساسية الضوء ISO، واللي يفضل ضبطها بين ISO 100 و ISO 200. وبهذه الخطوات بكون أنهيت كل الخطوات الرئيسية الخاصة بضبط الكاميرا بشكل عام. كل ما عليكم الحين أنكم تحطون الكاميرا في وضعية التصوير وتبدون تجربون تصوير أي شيء عدالكم حتى تتأكدون أن الضبط اللي سويناه صح ومش غلط. شكراً أخوي سيف على المعلومات المفيدة. من واجهة المجاز المائية معاكم المصور محمد الياسي، اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تصوير السيتيسكيب. تصوير السيتيسكيب أو مناظر المدينة هو شبيه بتصوير اللاندسكيب أو المناظر الطبيعية، يعني الأدوات والمعدات المستخدمة في تصوير السيتيسكيب هي مشابهة بتصوير اللاندسكيب. وأهم شيء أصلاً في تصوير السيتيسكيب هو استخدام الحامل الثلاثي. في السيتيسكيب نحن دائماً نركز على عنصرين أساسياً اللي هم المباني، والشيء الثاني والأهم الشوارع. الوقت المناسب لتصوير السيتيسكيب هو الفترة المسائية، والبعض يفضل التصوير أول شروق الشمس، أول ما الشمس تشرق يبتدون مثلاً التصوير. وضعيات التصوير في السيتيسكيب أهم شيء أن الحامل الثلاثي يكون بالانسد، يعني متوازن، الصورة لازم تكون يعني مستوية. وأهم شيء مثلاً في بعض الأحيان نستخدم فورغراوند أو شيء أمام الخلفية، يعني أساس أن الصورة تكون أحلى. طبعاً الآيزو في تصوير السيتيسكيب يكون ما يتعدى 400. ليش؟ لأن مثل ما قلت لكم أن التصوير يكون على سرعة غالق بطيئة، ونحن مستخدمين أصلاً مرشح الاندي فلتر. طبعاً نحن اليوم مستخدمين الاندي 4 والاندي اكس 1000. ليش؟ لأن نحن في الصباح الباكر وأشعة الشمس تكون يعني مغطية المكان، فنحن لازم نقلل ضوء الشمس في تصوير السيتيسكيب. زوايا السيتيسكيب تختلف من مصور إلى آخر، معظمهم يحبون يصورون مثلاً بطريقة عرضية أو بطريقة طولية. إذا صورت بطريقة طولية لازم تلتزم بقانون التثليث 100%، يعني لازم توسط المبنى أو توسط المدينة نفسها لأخذ أجمل صورة ممكن بهالخاصية. أما مثلاً إذا كانت بطريقة عرضية طبعاً مش شرط تلتزم، مثلاً تقدر تميل الكاميرا بزاوية معينة أو مثلاً تنزلها شوية، يعني ما يعني تقدر تكسر قواعد في السيتيسكيب. بعض المصورين في السيتيسكيب يفضلون استخدام الفيش آي لأنها تأخذ أكبر حيز أو أكثر درجة من الصورة أو للمكان، وبعضهم يفضل العدسات اللي هي الوايد أنجل، وبعضهم يفضل الزوم أو البرايم لينز، يعني مثلاً 50 ملم 35 ملم بعضهم 24 ملم، وهي تعتبر بعد يعني
عدسة عرضية أو الوايد انجل، لكن مثل ما قلت لكم أنتم شو تحبون تصورون أو شو تبرزون مثلا من مدينتكم الجميلة. أنا الحين بصور كم من صورة إن شاء الله لبعض المباني اللي موجودة هنا، وأنا موجود على واجهة المجاز. مثلا أنا عندي انعكاس الماي، ويعني انعكاس المباني على الماي، فأنا بستغل هذه النقطة وإن شاء الله بصور. مثل ما قلت لكم أهم شيء تستخدمون اللي هو مرشح الاندي فلتر لأنه يخفف قوة الإضاءة. فأنا الحين إن شاء الله ببتدي أصور. معلومة مهمة للمصورين اللي يستخدمون مرشحات الاندي فلتر، بالذات الاندي 1000، طبعا مستحيل انك تسوي او تخلي العدسة اوتو، لازم انت تسوي مانوال اللي هو بطريقة يدوية وتلقائية، لان انت مستحيل الكاميرا ما تقدر لان العدسة جدا داكنة، ومثل ما قلت لكم هذا لازم يكون مانوال. في بعض الاشخاص قبل ما يصورون الصورة او يركبون المرشح يسوون الفوكس او يحددون نقطة تركيز ويسوون فوكس لوك وعقب يصورون، او مثل ما قلت لكم مانوال انت قبل ما هذا تركب المرشح تصور. التصوير الفوتوغرافي الخاص بالناس هو المرادف لفن الرسم الكلاسيكي القديم، فمن خلال العدسة يعيد الفنان إسقاط المشهد أمامه بحرفية عالية لإنتاج صور عبر المؤثرات الضوئية. مع التطور التكنولوجي تطورت عدسات التصوير الفوتوغرافي وتنوعت أشكالها، سواء كانت كاميرات التصوير الخاصة أو كاميرات الجوال، وتفنن الشباب باستخدامها في كل الأوقات، حتى أن البعض احترفها كمهنة بعدما أصبح التصوير الفوتوغرافي أهم وسيلة لتوثيق لحظات الحياة اليومية من مناسبات خاصة، من ذكريات الطفولة أو حتى ألبوم خاص بالعائلة. وراح تلاقي كل الناس تبحث لين يحصلون مصور محترف، بل بالأدق فنان محترف يوثق لهم اللقطة ويعيد لهم اللحظات بدون أخطاء. اليوم عندنا ضيف مميز ترك بصمة في تصوير الوجوه والشخصيات الفنية ومساجد الشارقة المضيئة والكثير من الأعمال الناجحة بفضل الله، وهو واحد من أبناء الإمارات اللي دخلوا عالم الاحتراف الفوتوغرافي بأسلوبهم ونمطهم. واليوم راح ندخل معاه ونتعرف عليه عن قرب ونعرف قصته وبداياته وشغف اللقطة معاه. يا مرحبا وسهلا بالمصور سليمان الشامسي، وحياك الله ونورت برنامج اللقطة. يا هلا ومرحبا فيكم، منور بوجودكم طبعا البرنامج، سعيد جدا بالمشاركة معكم. وقبل أن نبتدي حوارنا مع ضيفنا المميز اليوم، خلونا نروح ونشوف بعض من أعماله. شو اللي دفعك للدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي؟ في البداية الصورة ذكرى. نعم. فكل صورة أنا التقطها اعتبرها ذكرى أو للزمن يعني احتفظ فيها. فهذا أول شيء خلاني أدخل لعالم التصوير، الاحتفاظ بالصور الذكريات. أو الذكريات. نعم. يعني مثلاً يوم أكون مشارك في بعض المهرجانات أو غيره، وبعد فترة أرجع أشوف الصور، فهاي بروحها ذكرى يعني جميلة. عندك عشق خاص لأنواع عدسات محددة، كتبت في صفحتك على الانستغرام أرقام العدسات اللي تستخدمها ونوع الكاميرات وتفاصيل كثيرة. شو سر نشر سليمان لهذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بشكل عام الكاميرات العدسات متنوعة، ولكن أنا أفضل استخدام العدسة هذه اللي هي 70-200 بعد البؤري. أيوة. لكونها تعطيني إذا كان الشخص بعيد تعطيني التفاصيل الأقرب،
زائد انها اقدر ادخل بوجه الشخص واعطيه زوم كامل تفاصيل دقيقه يعني بالضبط. نعم. زائد اهم نقطه اللي هي لتصوير البورتري يفضل يعني استخدام العدسات من البعد البؤري 85 ل 135، بحيث ان تطلع الوجه يكون مناسب، مش العدسات، لان في عدسات الواسعه اللي هي الوايت انجل. نعم. هاي بتطلع الوجه عريض جدا. اعتقد يعني ان الظهر ايضا تفاصيل ابعد عن ال ايوه بتكون. نعم. واسعه وماخذه الكادر اكثر من المطلوب. هل في خطوات محدده تتبعها يوم تصور البورتري؟ بالضبط لازم يكون في خطوات، يعني انا اهم شيء يكون عندي المكان مهيئ بارتفاعات معينه، المساحه يكون واسع، توزيع الاضاءه لازم يكون بالضبط، ما يكون يعني بشكل عشوائي، اجهز اعدادات الكاميرا، اتاكد من كل شيء يكون عندي جاهز، وبعدها ابدا التصوير. وطبعا اهم شيء الشخص اللي بصوره اتاكد منه نفسيا متهيئ ولا لا، علشان انا اطلع بالنتيجه الصحيحه. ابو عبيد، انا ما راح اوفر فرصه وجودك معنا اليوم في البرنامج. انا عاده ما انتقل مع ضيوف البرنامج الى ورشه العمل ونقوم بورشه عمل سريعه، فحكما بما انك انت موجود انا اطلب منك ان ننتقل لورشه العمل. بننتقل بس بشرط اني بصورك هناك. ما عندي مشكله، بس ابو عبيد ترى انا ذوقي جدا صعب في اختيار الصور، يعني مو باي صوره تعجبني. ما بتندم. يعني هذا رهان. مره. توكل على الله. يلا. ما زلنا مستمرين معاكم لما اخوي سيف وضيفه يجهزون لنا ورشه التصوير في الاستوديو، خلونا نكمل باقي التصوير. الاعدادات في السيتي سكيب مهمه جدا، ومن اهمها هي فتحه العدسه. دائما دائما المصور اللي بيصور سيتي سكيب لازم يلتزم فيها، منها ان فتحه العدسه لازم تكون من 8 الى 16 او من 8 الى 32 حسب نوع العدسه المستخدمه. طبعا ليش نحن نستخدم فتحه عدسه 8؟ عشان نقدر ناخذ اكثر تفاصيل ممكنه للمباني اللي نصورها، ونحتفظ بالشاربنس او الحده في المبنى. والشيء الثاني اللي لازم المصور يراعي في جلسة التصوير انه يقدر ياخذ اكثر عدد من الصور في الموقع نفسه، لانه مستحيل مثلا ياخذ صور عقب يكتشف بعد مراجعتها وانه يشوفها على الكمبيوتر او الحاسوب يكتشف انه فيها خلل، او الصورة ما كانت مثلا فيها دقة عالية او تباين، فمستحيل انه يرجع مرة ثانية للموقع ويصور او يعدل الصورة. ومن الاشياء المهمة بعد ان لازم المصور ياخذ معاه بطاريات اضافيه، لانه هو راح يصور لونج اكسبوجر، يعني تقريبا معظم صوره بتكون مثلا فوق العشر او ثمان ثواني، هذا يستنزف طاقه كبيره من البطاريه في الكاميرا. اول ما تستخدم عدسات اللي هي الوايد انجل، في بعض الكاميرات في مستشعر اسم الخاصيه اللي هي اللينس كوركشن. هذه الخاصيه اول ما تستخدم اي عدسه، مثلا عدسه من ماركات معروفه او شركات معروفه، الكاميرا تستشعر هذه العدسه، تطلع هالخاصيه. هالخاصيه هي تصحح الحواف في من زاويه لزاويه، يعني من مثل ما يقولون من ايدج تو ايدج في الفريم في الكادر. طبعا في تصوير المدن السيتي سكيب من المهم ايضا نوع الذاكره المستخدمه في الكاميرا. في بعض الميموريات ما تنفع في هالنوع من التصوير، لانها مثل ما قلت لكم تستنزف مساحه كبيره في اللونج اكسبوجر، والحراره ايضا، ونراعي الحراره ونراعي المساحه الموجوده في الذاكره. طبعا معظم مصورين المدن او لاندسكيب يفضلون تصوير بخاصية أو بوضعية البانوراما. طبعا أنا كمحمد الياسي أفضل الكاميرا تكون بشكل طولي، عشان أقدر أخذ كمية كثيرة من الصور وأدمجها بالبرامج. دائما أنا أفضل أن ما يكون قدامي أو الفور جراوند في شيء يتحرك، لأن في البانوراما مثلا إذا كان هناك شيء يتحرك أو الفور جراوند في عنصر متحرك أو شخص يتنقل، فبيكون معاي في كل لقطة موجود. في معلومتين أحب أضيفها بخصوص تصوير السيتي سكيب. طبعا هناك برامج متخصصة فقط في معالجة صور السيتي سكيب، يعني من ناحية الإضاءة، الألوان، يعني مثل ما يقولون بريسيت جاهز، مجرد أنك تحط الصورة، سواء إذا كانت صورة نهارية يعني أو ملتقطة في النهار أو صور ليلية. والمعلومة الثانية اللي يفضل أنه يصور الشوارع في السيتي سكيب،
انه يوقف في مكان عالي او مرتفع، سواء على تلة او مثلا فوق السيارة. يعني في بعض المصورين تحصلهم واقف فوق السيارة عشان يصور الشارع. ليش؟ لان الشارع على مد العين، فالكاميرا اذا حطها او رفعها ما بتجيب الشارع نفسه، فيضطر مثلا يوقف فوق السيارة او في مكان عالي او حتى في بعض البنايات وشي. بس لازم اهم شيء نراعي السلامة في هذا الموضوع. مثل ما تشوفوا مشاهدينا الكرام، أزلنا الطاولة الموجودة هنا في هذه الورشة حتى نخلق لنا مساحة لوضع هذه التحضيرات اللي جابها معانا اليوم ضيفنا سليمان الشامسي. سليمان، لو تخبرنا شوية عن هذه التحضيرات الموجودة في الاستديو. أول شيء عندنا إحنا عشان نصور لازم الإضاءات، فإحنا أول شيء نحط الإضاءات اللي بنستخدمها للتصوير. طبعا تختلف من نوع لنوع عشان التوزيع، ولكن احنا لان اليوم بنصور بورتريه فانا مستخدم ثلاث اضاءات مع العاكس اللي هو الرفلكتر، بحيث انه يعطيني او يشيل الظلال اللي بتكون من تحت، فاستغني اني انا بدل ما استخدم اضاءه من تحت. جميل. عند الاضاءات اللي بالخلف اللي هي بتحدد الشخصيه اللي نصورها، اطراف الشخصيه. جميل. فبتعطي جماليه اكثر للصوره، بدل ما تكون انه الإضاءة بس من الأمام ومن الخلف معتمة، بالعكس هني بتعطينا تحديد أكثر وتفاصيل أكثر. جميل. سليمان، احنا نشوف اليوم ما شاء الله عندنا خلفية زرقة في هذا الاستديو، هل في ألوان معينة سليمان يفضلها في تصوير البورتريت كخلفيات؟ أنا بشكل عام أحب أن يوم أروح أشتري الخلفيات أشوف شو اللي يلفت انتباهي. فمثلاً آخر مرة لفت الانتباه عندي هذا اللون اللي هو الكحلي، أنا كنت رايح أصلاً أخذ لون أصفر. نعم. بس اول ما اخذت اول ما دخلت وشفت الالوان غيرت اتجاهي على طول، خذيت هذا. بس عندي انا استخدم يعني عادي من صوره لصوره تختلف، الجري عندي، الابيض، الاسود. بس احنا تعودنا دائما نشوف الابيض والاسود. لا بس انا اليوم حبيت استخدم الكحلي اكثر. اي نعم. نعم. زين سليمان، خلينا نبلش جلسه التصوير. يلا بنبدي. شو تبغيها، ملونه ولا ابيض واسود، شو تحب؟ والله احنا نبلش بالبدايه بالملون، نشوف بعد ذلك الإعدادات الثانية إن شاء الله. بدينا بصورة ملونة، نزل شوي. أيوة أوكي، بنغير. كيف النتيجة معك؟ النتيجة طول بعمرك، أنت شوفها واحكم. جميل. بس سليمان، أنت عندك الحين في هذه الصورة ما شاء الله المعدات الموجودة يعني كثيرة، لكن شو دير الكاميرا أيضا كذلك؟ هل في بعض الإعدادات الخاصة اللي أنت وضعت فيها الكاميرا؟ نعم، الإعدادات عندنا هنا على أساس أن الإضاءة بتكون قوية، فنستخدم الآيزو من 100 لل 200. نعم. بحيث أنه تكون جودة الصورة ممتازة. فتحة العدسة نستخدمها تكون 8 أو 7 أو 9 على حسب قوة الإضاءة. وشو تساعدنا هذه؟ الإضاءة، فتحة العدسة تتحكم بكمية الإضاءة اللي بتدخل للعدسة للكاميرا، وتعطينا يعني حتى تفاصيل الصورة. طبعاً هاي تقدر تقول هاي تختلف على حسب الإضاءة الموجودة داخل الاستديو، صحيح؟ أيوة، من الإضاءة حسب الإعدادات للإضاءة، أنا كيف أحط الإضاءة وإعداداتها تختلف الإعدادات بالكاميرا. جميل. بس مثلاً عندنا سرعة الغالق بعض الكاميرات يكون أقصى حد اللي هو 200. نعم. إذا رحنا فوق 200 ما بتطلع عندنا، بيطلع خط أسود اللي هو خط الشتر او اللي هي الستاره. جميل. نعم. خلينا نشوف الحين الاعدادات الاخرى ونشوف ان ناخذ لضيفنا الكريم صوره بالابيض والاسود ان شاء الله. ولا يهمك، بس نغير اعدادات الكاميرا، نخليها على الابيض والاسود، نغير شويه، بنخلي الاضاءه الاماميه بنخففها. نعم. علشان تكون شويه الصوره فنيه اكثر. جميل. أنا هنا أخذت أطراف الشخص وخففت الإضاءة من الإضاءة جاية من أيوة. نعم. بس أخذتها قبل كاملة، لكن هني أفضل شوي، أو يعني
كفنية أكثر، نضيع تفاصيل الشخص. أنا لاحظت شيء سليمان أثناء عملية التصوير عندك، لما انتقلت إلى تصوير الأبيض والأسود أنت ما غيرت أي إعداد خاص بالإضاءات، بس اتجهت دائما بالإعدادات الخاصة بالكاميرا. لا أنا غير الإعدادات بس من الجهاز هذا. أيوة هذا الجهاز هو متصل بالأربع بالأجهزة الثلاثة سوري، وهو اللي أتحكم بقوتهم أو أخففهم من خلال هالجهاز. بس تقدر تعطيني بعض التفاصيل عن هذا الجهاز؟ هذا الجهاز عبارة عن تريجر أو مرسل أوامر للأجهزة اللي هي الفلاشات اللي موجودة. نعم. من خلاله أنا أستغني، بدل ما أنا كل مرة أروح أغير الإعدادات من هناك أغيرها من هنا، وتتغير تلقائي الأجهزة اللي موجودة. جميل. كل واحد بروحه أتحكم فيه من هنا على حسب الكود الخاص فيه. يعني هذا الجهاز يختصر عندنا الجهد والوقت نقدر نقول. أيوة، بدل ما أنا أروح أغير هناك وأرجع من هنا، أقدر أغير أطفي الموديل لايت أو أشغله على طول. جميل. نعم. نشكرك على تواجدك اليوم معنا ومشاركتك معنا في ورشة عمل تصوير البوتري. شكرا لك. شكرا لك. أنا الحين بصورك صورة، بخليك تغير صورة البروفايل عندك بجميع وسائل التواصل الاجتماعي. هذا كلام كبير. لازم عشان تغير الصور كاملة. بس هذه الصورة وهمية بتكون، على أساس اللي يشوفها ما يعرف إن أنت. وبعدها بخليك تشوف الصورة. أوكي، هذه واحد. أنا بشوف دعاتك كلها تطلع اليوم سليمان. مرة اليوم أنا جاي أتفنن وأنت موجود، فلازم نتفنن عليك ونرويك الصور بعد مرة واحدة. هاي الصور، هاي الصورة اللي الحين صورتك إياها، خفينا الإضاءة من الأمام وخليناها من الخلف. هنا هاي برنامج لقطة، أهم شيء. جميلة الصورة. تسلم، طول بعمرك. لا، هاي أكبر دعاية حق البرنامج سليمان. سليمان، أنا حقيقة جدا سعدت اليوم بهذه الورشة العمل، معلومات كثيرة خذناها منك. ولكن قبل أن نختم هذه الورشة، شو هي النصائح اللي حاب أنت تقدمها للمصورين؟ في نصائح وايد، ولكن إحنا أبسط شيء بنعطيه للمصورين، أنا علشان أتعلم الشيء لازم أبحث وأسأل، بس أروح أسأل وأطبق على طول ما بنجح. إذا هي عبارة عن مجموعة من الخطوات أنا لازم ألتزم فيها حتى أحصل على النتيجة اللي أنا أبغي أوصلها. بالضبط، يعني أنا عشان أوصل للشيء اللي أبغي لازم أعرف أصلا الأساسيات، يعني مثلا تصوير البورتري. نعم. أعرف كيف التوزيع، الشركات متنوعة، ولكن أنا كيف أستخدم الجهاز نفسه. نعم. كيف أنا أوجه الإضاءة، كيف أنا أضبط إعدادات الكاميرا، هذه كلها هي الأساس بالموضوع. سليمان الشامسي، شاكرين لك اليوم على هذه الورشة العمل اللي قدمتها لنا في استوديو برنامج لقطة، وعلى كافة المعلومات القيمة حقيقة اللي قدمتها لنا. مشاهدينا الكرام، طبعا ما بقول لكم غير روحوا صوروا أهلكم واحتفظوا بهذه الصور، فعلا ورشة عمل أكثر من رائعة. سليمان، أتوقع نصير أنا وياك الحين ونكمل حوارنا في الصالة. تفضل. مشاهدينا، بعد ما أنهينا ورشة العمل مع المحترف سليمان الشامسي، حاب أختم معاك البرنامج هذا أو الحلقة هذه بسؤالين. شو أهم 5 خطوات لازم تتبعها وتنتبه عليها وانت تصور الناس؟ أول خطوة لازم أني أنا الشخص اللي بصوره أخذ إذنه إذا كان بمكان عام. ثاني خطوة، طول بعمرك إذا بالاستديو، يكون عندي موافقة من الشخص نفسه، هو حتى في المكان العام أو الخاص، بس أو يعني بالاستديو سوري. نعم. لازم يكون موافق وعندي أي شيء يثبت ذلك. عندي اختيار المكان مهم جدا عشان يناسب الناس اللي بصورهم. والوقت بعد مهم جدا، يعني فترة صباحية، الفترة المسائية، مش الغروب الصباحية مثلاً. الصباحية لأن الشخص إذا جيت أصور الصبح وهو تو ناش من النوم، فويه بيكون منفخ، فيكون صحيح. يعني الضحى يكون خلاص شبع نوم. نعم. وارتاح جسمه وويهه. وأهم خطوة أو يعني أهم نقطة اللي هي احتفظ بالصور أو الاحتفاظ بالصور، لأن إذا الصورة راحت ممكن يعني أندم أني أنا ما احتفظ فيها بأكثر من نسخة. سليمان، ما هي القاعدة الذهبية أو خلينا نقول شو هي الخلطة السرية لسليمان في تصوير الصور؟ هل هنالك قاعدة ذهبية أو خلطة سرية
يتميز فيها سليمان؟ هي مش خلطة سرية ولا ذهبية ولا غيرها، هي معايير معينة أو متغيرة بعد نقولها، لأن كل صورة تختلف المعايير فيها عشان أنت تطلع بصورة جميلة. ممكن اليوم أنت تصور تعطي الإضاءة من الأمام أقوى من الخلف، وممكن بنفس الوقت تغير الإضاءة تخلي الخلف، وممكن تستخدم إضاءة واحدة تعطي يعني فكرة ثانية، ممكن تصور من إضاءة خلفية واحدة عشان تعطي الصورة سلوت تحمل معنى آخر. وعلى فكرة يعني اختيار الزاوية اللي نصور منها أو توزيع الإضاءة أقصد يعني يعطي رسالة مختلفة. يعني لو نفس المنتج أو نفس الشخص بنفس المكان وغيرنا الإضاءة، كل ما تغيرت كل ما تكون الصورة لها رسالة أخرى. جميل. يعني مجمل الكلام سليمان، أنت تقول لا توجد قاعدة ذهبية متاحة لجميع الصور، ولكن القاعدة تتغير على حسب نمط الصورة المراد أن المصور يأخذها. نعم. صحيح؟ بالضبط. نعم، يعني أنا اليوم عشان أختار صورة معينة لازم أعرف شو الرسالة اللي أنا أبغيها تطلع من هاي الصورة. يعني نعم. أنا اعتبر نفسي أنا المشاهد، أول ما أشوف الصورة هذه أفسرها تفسير، فأنا لازم على كل صورة أعرف شو أختار، أعرف وين أحط الإضاءة ومتى ألتقط الصورة. جميل جدا. مشاهدين الكرام، ننتقل الآن لفقرة المسابقة، وحقيقة هنالك كمية مشاركات كثيرة وتفاعل جميل شهدناه من الجمهور المتابع لبرنامج لقطة. مشاهدين الكرام، نبدأ الآن في عرض أفضل 10 صور للمشاركين. مبروك للفائز معانا اليوم، وهو مصطفى جندي، وهذه الصورة التقطت في كورنيش الشارقة. صوروا ووثقوا كل لحظة حلوة في حياتكم، اجتمعوا وفي كل يمعة خذوا لكم صورة لأيام الحلوة واللمة الطيبة، فرصة ومش دائما نقدر نكررها بين أحبابنا وأهلنا. أنا مع أنكم تجمعون صوركم وتوضعونها في ألبوم خاص، وهذه الصور هي تبقى للتاريخ وللأجيال. فالصورة مشاهدينا الكرام هي توقف لحظة من الزمن لتخليد ذكرى لها أثر لا يمحوه الزمن. شو رأيك بالكلام سليمان هذا؟ كلام طيب وصحيح، لأن الذاكرة اليوم الرقمية ممكن بأي لحظة تتلف. يعني لهالسبب نحاول إحنا أو ننصح الأشخاص اللي يصوروا أو اللي لها صور إنه يحتفظ فيها حتى لو مطبوعة، ويحتفظ فيها بأكثر من نسخة. ولو جينا نرجع للصور القديمة بعد ألبوماتنا القديمة اللي يعني دار عليها الزمن وتقطعت، اليوم الحمد لله التكنولوجيا موجودة وفي برامج تعيد ترميم الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي. جميل. يعني احنا نقول مع التطور الموجود عندنا الحين، لكن احنا ما ننسى ان ايضا كذلك تكون عندنا نسخة مطبوعة لصورنا عسى بنحتفظ فيها للذكرى للأيام القادمة. بالفعل لازم نطبعها، لأن نفس ما قلنا ممكن تتلف، ممكن تروح الذاكرة. نعم. بس الصورة المطبوعة لو حافظنا عليها بالطريقة الصحيحة بتظل عندنا طول العمر إن شاء الله. إن شاء الله. سليمان الشامسي، مصور بورتريه محترف، سعدنا بتواجدك اليوم معنا في برنامج لقطة، ونتمنى لك المزيد من التقدم والنجاحات. جزاكم الله خير، وشرفني تواجدي معكم، وشكراً على الاستضافة الطيبة. الله يسلمك. هذا كان كل شيء في حلقتنا اليوم، لا تنسون المشاركة في المسابقة دائماً. دمتم في أمان الله، مع السلامة.